حياكم الله مشاهدينا، ما زلنا متواصلين معاكم في غبقتنا رمضانية. مثل ما هو معروف ان اكيد ما على الهواء طلعنا عدل، احنا موجودين اكيد وياكم الهواء، وهذه اجواء غبقتنا حصه مع البدايه ومع ضيوفنا اللي اليوم منورين لاول مره نجمعهم بعد 17 سنه من الغياب. واليوم احنا جدا سعيدين ان يكون معنا الفنان القدير داوود حسين والفنان القدير انتصار شرح. حياكم الله، مبارك عليكم، ما تبقى من الشهر وكل عام وانتم بخير وعساكم من عواده. يمكن انتم من الناس اللي اثريتوا الحركه الفنيه بعطائكم وبتمثيلكم بكل شيء قدمتوه، حق سواء كان مسرح، دراما، اعلانات، كل شيء كنتوا تقدمونه مميز. يعطيكم الف عافيه، واحنا سعيدين اليوم تواجدكم عبر شاشه مميزه مثل شاشه تلفزيون الكويت ومنورينا. الله يسلمك، منورينا واللي جمعتكم لاول مره بعد 17 سنه معانا ويانا مريم القلاف، مؤلفه مسرحيه سكه سفر. حياك الله. حياك، هلا ومرحبا فيكم، كل عام وانتم بخير. وانت بخير وصحه وسلامه. يعطيك العافيه على الشيء اللي سويتيه، يعني احنا كنا من زمان ناطرين هالموضوع. اي الحمد لله، يعني هذا هذه شغله حلوه. بس عفوا مريم، بس ترى مو بس مريم، يعني هم لا ننسى محمد محمد الحملي. محمد الحملي هو يعني اللي سعى جديا لهذا الموضوع. يعني احنا ما ودنا نتكلم عن الخلاف في البدايه. ما عندنا خلاف، ما في خلاف، لا الحمد لله. لكن في اكثر من لقاء يمكن المشاهدين الناس كانوا يقولون في وسائل التواصل الاجتماعي انه ممكن داوود حسين يوم كان يطلع بلقاء كان يقول في موضوع معين، الفنانه ام سالم كانت تقول ماكو شيء. معنا امانه، لا انت يوم من الايام طلعتي قلتي في خلاف، ولا هو طلع في يوم من الايام قال في خلاف. هذا هو احسن شيء. شوفي انا اقول لك شيء اختي حصه، بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء طبعا مبارك عليكم بهذا الشهر. علينا وعليك، مبارك. وكل مشاهدينا اللي قاعد يتابعونا الحين، بالعكس يعني احنا شوي انا اقول لك ام سالم، احنا من بدينا من ايام باي باي لندن، من اول ما ياد دشت الوسط الفني، من اول ما كانت تقص على العالم بالبحرين تقول لهم انا بنت مريم الغبان. داوود حسين والله ما قلت. لا هم على بالهم مساكين كذي، كانوا يقولون لي انا ولد عبد الحسين عبد الرب، فكانوا يعطونا اشياء ببلاش مساكين. البحرين طيبين، فكانوا يدشون يقول سلم على الوالد وانت سلمي على الوالده وتشاوش. ونروح الفندق يقول لنا عبد الحسين انتم تروحون تشتغلون اسامينا اعطونا النص. فكانوا ياخذ النص. ماكو لله الحمد، يعني انا اقولها وايد وقلت يعني قلتها واقولها وبتم اقولها طول عمري. انا ربيت في بيت هالانسانه، يعني كنت اروح بيتهم وكانت في بيتنا. يعني ابوها الله يرحمه عمي علي رحمه الله عليه كان يحبني بشكل ويعتبرني واحد من عياله، كان ما يفرقني عن احمد ودهام، كان يقول انت ولدي، فلما كنت اروح اقعد كان يقعدني عنده. فبنفس الشيء امي الله يرحمها يعني لما تجي البيت كانت تجينا البيت، وانت تذكرين تدقين هرناف يسوون مظاهرات بالبيت. تضحك. فلله الحمد، لا في علاقة إنسانية جميلة تربطني بيني وبين أختي العزيزة أم سالم. الحين إذا عمل فني مثلا ما قدر يجمعنا خلال الفترة هذه وهذا، ليش الآن يا العمل الفني؟ هل أنا قلت لا؟ هل هي قالت لا؟ ولكن الناس بس غياب بعد غياب، يعني بعد غياب معلش يعني 17 سنة. اوكي ما يخالف، بس هي بذكائها قدرت ايضا عند حتى لما احنا ما اشتغلنا مع بعض بذكائها قدرت انها تسوي دويتوهات مع فنانين اخرين. صح. قدرت ان هي مثلا تكون دويتو جميل مع 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 عده مسارح ثانيه، وانا اتجهت الى عده مسارح ثانيه. الان نرجع مره ثانيه، الان انا اقول لك شيء، سبب وجودنا اليوم بالحلقه عودتكم. احنا لو ما كنا يعني شوية مخرين مثلا أو شيء من النوع لقينا النص المناسب اللي ترجعنا فيه مؤلفتنا المتألقة صراحة، اللي أنا يعني أبصم لها بالعشرة على النص الحلو اللي كاتبته، احنا موجودين اليوم علشان نقول لكم ان احنا ماكو شيء. يعني بس يمكن ابو حسين يعني الناس كانت متوقعه انكم تردون في برامج المنوعات مثل فضائيات، كوكتيل. صح. مع الانغام، هذه البرامج اللي قدمتوها. لا شوف خليني اقول لك شغله، يعني سبحان الله، شوف على قولتهم يقولك مصارين البطن التخانه. اوكي يعني اكيد اكيد بالحياه كلها راح يصير عندك اختلاف راي، بس انا رافضه جدا ان موضوعنا لما يصير في اختلاف راي بين اثنين ان هذا يسب هذا وهذا يسب هذا. انا احمد ربي ان ما صار هالشيء ولا يمكن يصير ابدا، ما صار، لان لا اخلاقي تسمح ولا اخلاق داوود تسمح مهما يكون اسمه. احنا قعدنا مع بعض، كلينا مع بعض، فمو حلو ان حتى لو في اختلاف بسيط ان كل واحد يعد ويصف. ام سالم مو بس بيني وبينك، يعني حتى 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 فنانين، حتى ربعنا كلهم، يعني احنا كلنا ستة سبعة، يعني كلنا كل واحد كلنا عارفين بعضنا البعض. يعني ما يعني في النهاية اكيد راح نلتقي في عمل فني ولا شيء ولا هذا، بعدين كل واحد يعني اخلاقيات ربعنا ما تسمح لهم ان مثلا هذا غلط على هذا. احنا نشوف من خلال الصحف في دول ثانية ولا بينهم
ذبح مذابح في الانستغرام الحين في وسائل التواصل الاجتماعي قاعد نشوف بلاوي. احنا ما عندنا كذي الحمد لله، ما عندنا شيء. اوكي ممكن واحد شوي موقف صغير او شيء من هالنوع، ولكن فيما بعد لا والله عادي، يعني هذا عمل فني يجمعنا. اوكي انت الحين لحظه شويه، الحين اذا صارت صدت نفس بين فنان وفنان وباكر صار عمل فني وطني واضطروا انه قصبا على خشمه يحضر اكيد هني عاد لازم. فبالتالي انت ليش تحط نفسك بالمواقف؟ صحيح. لا والله اي شيء فيما انا على الاقل يعني اخلي في تواصل بيني وبين الاخرين، علشان احنا اليوم قاعد نبين وجهه النظر هذه ابو حسين. يمكن حتى اللي كانوا يتابعون لقاءاتك كنت تقول ان ما ودك ترجع في عمل مسرحي يكون اربع ايام مثلا وبعدها تغيبون ويغيب هذا الثنائي. اليوم شنو النص او شنو الشيء اللي موجود في هذا النص اللي خلى الفنان داود حسين يرجع للفيلم؟ انا اقول لك الحين تقول لك عاد مريم المتالقه لازم تجاوبين على هالسؤال، شنو سر النص اللي جذب الفنان داود حسين وانتصار شرع؟ السر في النص ان انا يعني وانا قبل لا اكتب النص، طبعا اول شيء محمد يعني اعطاني مسؤوليه كبيره في يوميه، قال لي انا ابي نص للفنانه انتصار شراح داود من عقب يعني غيبه، فكانت مسؤوليه كبيره علي ان انا يعني اول مره اكتب مسرح ولعمالقه الكوميديا وبعد انقطاع. ف شنو سويت الخطوه الاولى؟ راجعت اعمالهم القديمه من بداياتهم لاخر عمل جمعهم، فكنت أشوف شنو اللي كان يجمعهم من خلف الشاشة، شنو الأمور اللي ممكن يعني أقدر روحهم الكيمياء اللي تجمع بينهم، شلون هم مع بعض. فعلى أساسها هذا استنت عليه وقدرت أكتب النص اللي هو سكت صفر. في مشاهد يعني قديمة من الأعمال اللي جمعتهم؟ لا هي مو مشاهد هو قديمة، هو روح اللي كانت هو هي الروح أي. لازم أي. هي الروح ما فيوز إلا تقط ما كفاية دايما كله والله مو أنا كله مو هي كله أنا مريوم إحنا بالبرافو إحنا اللي قاعد يقط ويا بالقديم مو حاطيني بالنص أنت ما شاء الله. أنا ودي أسأل سؤال، يعني أنتوا روحكم مع بعض فيها مثل ما قالت كيمياء، يعني ساعات المؤلف يكتب قصة يكتب حدث يكتب مشهد، لكن ممكن أنتوا تخلقون مشهد مجرد أنكم من العيون يمكن من الحركات. حسنا لا تنسيني أنا 5/11 و 5/11 نفس اليوم؟ أي الميلادنا نفس اليوم أيام باي باي لندن، رحت أنا حق الفنان الكبير استابنا وتاج راسنا عبد الحسين عبد الرضا، قلت له أبو عدنان باكر بيجيب كيكة بالبروفة باي باي لندن، قلت له بيجيب كيكة، كان يقول لي حقه ليش صاير؟ قلت له بعد نان عيد ميلادي باكر فبسوي شكو باكر عيد ميلادك؟ قلت له شكو يا عجي لازم أجيب هديتين أنا، قلت له هديتين إيش حقه؟ حتى انتصار باكر شنو؟ تعالي انت 5/11 نقول طلعنا نفس اليوم انا وياك عشان كذي لكم طول العمر. اتوقع المشاهد ساعات تصير بالعيون، يعني ممكن تغيرون تفهمي. مشهد ممكن تغيرون حوار معين صح؟ يعني بالعين انت قلتيها بالعين هنا بالعين صح؟ اي يعني انا من هو من يسوي اسوي لك ايش بيقول؟ لا يعني هي بالخزه يعني اختي حصه يعني ما بس هي طالعني يعني بما معناه ريت شويه عندي جمله بقولها او كملي جملتهم عندي قطه بقطعها او اعطيني كذا او طلعي الحين كذي يعني فاهم متفاهمين يعني الحمد لله. الله يعين يعني الكاتبة يعني المؤلفة يعني أتوقع المؤلفة راح تشوف شيء بالبروفة وطالع أنا تسوي أنا استمتعت يعني بالبروفات، أنا طبعا قاعدة أحضر البروفات يوميا يعني فعلا قاعدة أشوف الروح ما بينهم يعني طاغية بالمكان، يعني أحلى من اللي أنت كتبتي صح؟ طبعا أنا قلت دائما والله هي عطتنا مساحات حلوة. وبعدين هم أنا في شغلة ثانية، يعني إحنا خلينا نتكلم إن المسرحية مو بس اختي مسالم وانا، لا المسرحيه فيها 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 ايضا مجموعه من النجوم الحلوين اللي الشباب الطيبين اللي الواحد يعني هم يفتخر فيهم. عوده حق بدر طيار مره ثانيه، صار له فتره مسكين من هذا فرجع مره ثانيه ابو يوسف ويانا. هذا بدر الطيار المفروض يعطونا وسام من الاشياء اللي سويها في داود. لا يبا حبيبي داود معروف بالكالو. لا والله حبيبي والله. لا والله انا حين لا حين حين وين حين لا قبل ايه الحين لا لا للحين بعد تجيب لهم شغلات حلوه، يجيب لهم كنا كاكاو على قهوه من ايطاليا قلنا إيه لا وصل لك الخبر من اللي قايل حكينا جنطه مسالم بعد ما قصر ابو حسين ما شاء الله نشيط بالسوشيال ميديا سنابه ممتع لابعد الحدود يعني انا بقولها قدام المشاهدين اللي مو مسوي له فولو لازم يسوي له فولو يعطيكم الف عافيه. يمكن عندك مسلسل اسمه شرقان وايمان برمضان اذاعي، شلون متعه العمل الاذاعي؟ العمل الإذاعي جميل حلو
كتبت المسلسل جات ببالي انه قلت خلني اكتب. اوكي انا الحين صار لي سنين اشتغل وهذا يعني ليش ما اكتب؟ فقعدت وفكرت في شرقان ويمان برمضان دكتور شرقان قبل ومش عارف كذا. فقعدت وكنت مسافر وقتها ايطاليا. فقهاوي ايطاليا والقهوه والدنيا والاسبريسو والهذا والهواء البارد ومش عارف كذا، حطيت قدامي اوراق واقلام، قلت حق زوجتي انسيني ورفيجتي كانت طالعه ويا رفيجي، ورفيجي داوم بالسفاره هناك بشار عبد الحسين عبد الرضا اوجه له تحيه. انا قاعد من الصبح ليه الظهر لين يرجع بشار من الدوام، فحاط الاوراق وقعدت اكتب واقعد اقرا لها اشوفها تضحك زين تمام يعني معنا. فالحمد لله جيت وسويت النص، وطبعا شاركتني فيه اختي العزيزه الفنانه عبير الجندي، ردت مره ثانيه دور ايمان. ايمان فالحمد لله الثنائيات هذه ابو حسين، انا احب الثنائيات، الثنائيات الناجحه، الثنائيات الناجحه الحلوه الجميله. يعني ان شاء الله الحين بعد نرد مره ثانيه ويا طويله العمر ان شاء الله حقي انني اكثر اكيد. لقى يقولون الكالوس عندكم عجيب والله الحمد لله. شوف انا اقول لك شيء والله العظيم والله، يعني ان الكالوس لله الحمد احنا بروبتنا اذا كانت الساعه 9:30 احنا موجودين من الساعه 8:30 او من الساعه 9. صحيح يقولون ابو حسين اول واحد يجي واخر واحد وهو سالم. لا ليش تروح من اول واحد؟ انا واول واحده اي مو انت اثنين كلام تتفطر ويا الامن اللي هناك زين. يمكن العمل في شهر رمضان بالذات يعني كنتوا قبل سنين يمكن ما تكونون مشغولين، شنو الطقوس العاديه الاشياء اللي لازم تسوونها في هذا الشهر؟ بالنسبه شنو بالنسبه للعمل بالنسبه لكم بالحياه مع الاولاد يعني بقوكم. يعني شوف انا يمكن ياتني عده دعوات وايد انه مثلا تعال سافر برا، دعوات مقابلات ما ادري شنو، وهذا ما اطلع، ما احب اطلع من الكويت برمضان لو شيء. بس انيت لك فتره كنت بدبي بالامارات هذا قبل اي كان عندك برنامج من البرامج اللي كانت مميزه جدا اي قدمت كنت مقيم هناك صح فتره طويله اي من زمان سويت مسابقات وهذا، لكن بعدين يعني يمكن صار لي تقريبا يمكن فتره طويله ما احب اسافر برمضان، لان خلاص رمضان عندك جدول عندك هذا تمشي عليه اولويات صح؟ اولويات وهذا تمشي عليها. فوايد برامج قدموا لي وانا اعتذر منهم اقول لهم انا اسف ترى يا جماعه انا برمضان ما اطلع. اخر شيء كلموني يمكن حتى ام بي سي برنامج هذا اللي يقدمونه الشريان مع الشريان اعتذرت ما اقدر ما احب اطلع من الكويت برا. من حظنا تكون ويانا اكيد لا 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 الكويت لا وحسين انا موجود هنا سالم. يمكن تكلمنا مع ابو حسين عن مسلسل دكتور شرقان في الاذاعه، حضرتك متواجده هالسنه في التلفزيون في اللي ماله اول لكن انتاج قديم بهلال بالاذاعه لا بهلول وبهلوله اي بهلول وبهلوله بالاذاعه واللي ماله اول بالتلفزيون ايوه صح عندك عملين بس اللي ماله اول اثنين بالتلفزيون اللي ماله اول كنت مصورتها من ثلاث سنين اهم بعد عندي مسلسل بين قلبين نعم ويعرض على الراي وعندي بهلول هو مع الفنان القدير سعد الفري وهو ابو بهلول وانا بهلوله وهي بنت بهلوله يعني بهلوله وعلى قولتنا شيلتها ناقصه وتبي تسوي مشاريع ويا ابوها الحين مسويها هي بين قلبين السنه الجايه بتكتب لنا ابو قلبين هي لا ابو قلبين سويناها تكتب اذاعه اي ان شاء الله اوكي عاد انا بضبط الحين عندي حتى بالاذاعه بلبسه اكيد العمل الاذاعي له نكهته والعمل الدرامي التلفزيوني له نكهته طبعا شنو افضل وشنو انا والله خلنا اقول لك انا داخل الاستوديو الاذاعه امثل وكانه تلفزيون يعني ممكن مع حركه وتعابير وكذي اي كله لازم تسوين شيء عشان يطلع يعني الحس صادق يعني لازم توصلين على لازم توصلينه صح لازم تبتدين تنفعلين معه فانت لو تشوفين احنا نفتر بالاستوديو انا ودي اشوف مره وعلى يوم اذا انتم ان شاء الله عندكم ادعوني خليني اشوف اتوقع ان شيء مو سهل لان انتم قاعد توصلون رساله بالسمع وايد صعبه يعني شيء اصعب بس المشاهد يحسها ويعرفها ويفهم لا. تفاصيلها فاتوقع انه مجهود جبار يعني مو مجهود عادي والله هو ان الواحد يعني يحاول يوصل للمستمع انت التلفزيون انا اقدر اوصله من خلال صوره من خلال نظره ايماء حركه عين يعني حركه ممكن تعبير الوجه تعبير الوجه كافي لكن بالاذاعه لا لازم هذا ينضرب بعشره علشان يوصل حق المستمع والمستمع طبعا يعني انا قالوا لي عن شرقان بس انا خلاص طبوني في بهلول ابو بهلول فالسنة يعني الشيخ فهد المبارك محدد إنه يعني كل نجمين حق عمل عشان يبون يعددون يعني الأعمال فقال لي ما اختاري قلت
سجلت ما اقدر بعد اقول لا. نعم اكيد يعني اذاعه الكويت متميزه فيكم بالفعل. شيخ مو مقصر وصراحه يعني حاط امكانيات كثيره والله ما سواء الشيخ يعني. فهد مبارك اخونا سعد الفندي حطوا كل التسهيلات حق الكل قدم جهوده انه يعني السنه يعني تصير بس كل النجوم مشاركه الدراما الاذاعيه ردت مره ثانيه فعشان شيء نبي مريم قواعد تكتب شيء عبد الرضا وايد ما شاء الله يعني كل نجمين لاحظيهم كل نجمين في مسلسل كل نجمين فمن كذي صار في تعدد يعني تعدد نجوم حلو. نبي نرجع ويا مريم القلاف يمكن الاعمال اللي كانوا يشاركون فيها النجمين داود حسين صار شراح كانت باي باي لندن وغيرها من هذه الاعمال في نجوم يعني كانوا هم في بدايتهم يمكن نجوم الصف الثاني اليوم هم نجوم الصف الاول ويانا من هم الاسامي اللي حرصت تكون معاهم بالعمل ولا اكتفيتي بالاسمين هذيل اللي كلهم معاك يعني في شباب اليوم يشاركونهم شلون الادوار رسمتهم لهم انا للامانه كل يعني كل دور كتبته انا كنت عارفه من الشخصيه يعني كنا متفقين على الشخصيات من قبل لا اكتب النص فلما كنت اقعد مع محمد قال لي هذا الشخصيه حق فلان كذا فيوم كتبت انا اريد قاعد اتخيلهم قدامي كل شخصيه موجوده في النص انا كنت عارفه منه قاعد اكتب له حلو فيعني والحمد لله تقريبا انا كل انسان يعني او كل فنان عندنا في المسرحيه يعني اعطيته حقه وحتى كاسلوبه هو يعني سواء أمل عباس أو أحمد بوسيف يعني نادر ما نشوف دائما المسارح اللي تكون بالعيد مسارح تجارية أكثر ندور المسارح الهادفة المسارح اللي مثل لها قيمة ودائما تكون مسارح أطفال نعم سكة سفر راح تكون مو حق الأطفال لا لا مسرح كبير مسرح كبار بس أنا عندي مسرحية أطفال اللي هي سنوايت سنوايت راح تقدرين توافقين بين المسرحيتين وضغط عليك إن شاء الله أنا حابة شخصية هي الشخصية الساحرة في سنو وايت لأن هذه الشخصية من زمان أنا أبيها توقعنا سنو وايت دورك شو وين هل سنو وايت المنتفخة الكبر لا يعني بس أنا قاعد أقول لك إذا هي يعني إحنا هين بنعرض إذا تأخرت عادي ندش إحنا نمثل ما لنا شيء لكن على طاري المسرحية بحسين سمعنا إنك كنت عرض عليك مسرحية بيت الحلاوة صدق ولا لا إنك تكون معاهم هالسنة لا والله يعني يمكن كلموني الإخوان من هذا قلت لهم أنا مرتبط يعني معطي كلمة لأخوي محمد الحملي وطبعا احنا عندنا يعني الله يوفقهم كلهم ان شاء الله سواء مسرحياتنا بيت الحلاوه ولا غير المسرحيات انا دائما اقولها وبكل محبه والله يشهد على كلامي الله يوفق الجميع ويوفقنا ان شاء الله لان في النهايه احنا هذا موسمنا احنا بالكويت ما عندنا سياحه موسم السياحه عندنا بالعيد عيد الاضحى هلا فبراير فبالتالي لما يجون اخواننا من دول مجلس التعاون يحضرون المسرحيات احنا نستانس يعني نحس ان احنا قاعدين نساهم في شيء ايضا يعني في سياحه البلد يعني انتم مع تعدد المسرحيات ووجود انا مع يعني في تعليق باستقام حسين يقول حق كل مواطن مسرحيه صار والله لو ان شاء الله حق كل مواطن 10 مسرحيات ايه؟ ما دام الشيء هذا يساهم في انك يعني انت ترى المسرح يعني المسرح ينم عن ثقافه صح اعطيني مسرح انه اعطيك شعبا صحيح عرفت فحلو لما يصير عندك وهالسنه ما شاء الله هالاخر سنتين ما شاء الله عندنا مسارح جديده وكبيره نعم. ومؤهله لانها تتحمل يعني مسرحيات فيها اضاءات فيها استعراض ونتمنى اكثر انا تو قبل شويه قابلت الاخ الاستاذ الامين العام الاستاذ علي يوحي جايين ان شاء الله بعد بطريق مسارح كثيره بالفعل يعني هو يعني عدلوا مسرح كيفان ضبطوه حسب كلامه فهذا شيء جميل يعني احنا بس انا اللي من خلال اللقاء هذا ودي اطلب طلب صغير اكو مسرح وايد زين وشغل عدل وكراسيه فله وانا ممثل عليه وشغل عدل بس من زمان ما حد مثل عليه خلي يعطونا اياه بس عاد ترى يعني وايد سوى على بلوك وين هو اسمه نبي المعاهد الخاصه معاهد الخاصه ايوه حرام ايوه والله مسكر المعاهد الخاصه تدري كم كرسي مثلت عليه انا باي باي عرب باي باي عرب كم 82 83 يعني حرام يعني اخر مره وقفنا عليه باي باي عرب انا بالنسبه لي يعني ما ادري اذا وراي سووا مسرحيه ثانيه فنتمنى المسارح هذه تنفتح لان حرام ربعنا قاعد يروحون ياجرون انديه قاعد يدفعون باليوم 3000 دينار وما ادري شنو واخر شيء والكراسي الاخيره مو بس الدفع داوود يعني النادي لما هو النادي صاله يعني شوف الايكل الصدى الفظيع الناس ما تقدر تسمعك أكيد. لما يكون مثلا المعاهد الخاصه هي اصلا مهيئه كمسرح
مسارح المدارس مهيئه كمسرح. صح. يعني هذا ما يمنع ان احنا نجي ونعرض فيها. وانا مثل ما اقول لك يعني وانتم حاطين يعني شروط وقايلين انه يعني لازم مثل ما تستلمونها مثل ما تردونها. صح. طيب ليش ما تعطونا يعني ترى احنا بالنهايه التربيه والاعلام كلنا نكمل بعض. صح. ايضا المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب اكيد سامعينكم مسؤولين ان شاء الله. لا انا توني كلمت وينكم عن السينما الكويتيه؟ ودنا نشوف فيلم سينمائي كويتي. انا والله عرض علي افلام يعني اني اسوي بالسينما وان شاء الله باذن الله داخله بعد رمضان يعني عندي كويتي ان شاء الله مصري. لكم مشاركات ايضا عربيه استاذ داود حسين مشاركت في افلام مصريه. انا تو الحين فيلم خلصت تو الحين قبل رمضان. أي. قبل رمضان كان اكو فيلم اسمه كنظر حبنا. صحيح. نزل بالقاهره على اساس ان ناطرين متى ينزل بالكويت وان شاء الله يا رب البركه بالمنتج وفي الشباب في شركه السينما في سينسكيب اللي هو الاستاذ هشام الغانم موجه له تحيه بعد انا كلمته بس ما يندرى عاد ان شاء الله يكون بينهم اتفاق وانه ينزل الفيلم اكيد. اي واذا صار في فيلم كويتي ليش لا يعني انا حتى قلت حق فلانه واحده قاعده على كل عليها سينما والمسرح كل شيء خلاص. خلاص هي خلاص هي تركيبتنا يعني لان انا اي اي خلاص تكتبي لازم تكتبين فيلم ان شاء الله. راح اشوفكم ان شاء الله في مسلسل ان شاء الله. انا اكتب له فيلم ان شاء الله ان شاء الله لي قاعده معه بعد العيد ان شاء الله نتفق على كل التفاصيل. مسلسل لهم مسلسل ان شاء الله بالعكس. لا انا بديت يعني بث براسه اقول يعني انا ودي ارجعهم نفس مسلسل عش الزوجيه شلون كانوا خذ دخل بعد من المسلسلات المميزه اللي كانت ويانا. انا كل ما اي البروفا طبعا انتصار اكيد تي قبلي وهم يجون قبل الحريم ينشبون ويجون البروفا انا لا انا على ماكله تنح اقعد اقوم فلما اي الانتصار قاعده الظاهر قاعد تقول له سوي مسلسل سوي فيلم قاعد يطبخون شيء انا ما ادري شنو. لا ان شاء الله ان شاء الله نشكركم اليوم على وجودكم في كلمة تحبون تقولونها في نهايه اللقاء حق جمهوركم اللي كان ينطر هاللقاء. انا اقول حق الجمهور يا جماعه انتصار كانت ولا تزال وستبقى اختي العزيزه والله ما حد يقدر هالكثر يفرق بيني وبين هالانسانه اللي قلبها ابيض من بياض ان شاء الله دوم. فهذه اختي واحنا اهل وفي النهايه الوسط الفني كلنا ربع والله كلنا فاميليا وانا سعيد جدا اني انا اكون في بيتي في تلفزيون الكويت اللي طلعني اللي عطاني الفرصه من بداياتي الى اليوم لن اتردد في اي لحظه اني انا اكون في تلفزيون الكويت حتى لو تبوني اشيل بوم هذه قبلها اكيد. بالنسبه لي انا اقول اتمنى ان نرجع ويرجع تلفزيون الكويت بقوته لما كنا ايام فضائيات وسينمائيات ان الناس يدورون البرامج وايام سعاد عبد الله على ايدكم ان شاء الله ان شاء الله يا رب وبرامجنا وشغلنا يعني مثل ما الحين اللي قاعد يقولون ويش اخبارك لا اتمنى انه يرجع بقوته واكثر باذن الله. اكيد بوجودكم مثل ما تكلمنا على الاذاعه نتكلم على التلفزيون ومع الاستاذ يوسف مصطفى الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون طبعا يوسف مصطفى والاستاذ محمد المصري وكلهم لهم منا كل محبه وتقدير على مجهودهم على اللي قاعدين يقدمونه من خلال البرامج ومن خلال التطوير اللي صاير ايضا طبعا وكيل الوزاره ابو فواز الاستاذ طارق المزرم على الاجديل والشغلات التقنيات الجميله اللي مسويها والاجهزه الحلوه. حلو اليوم دام انه ما في بوفا وما وديت الكاكاو الايطالي مالك حسين احنا راح نقدم لك هذه الحلوه العمانيه طبعا المقدمه فريش من عمان السفير فهد المطيري يعطي الف عافيه مطرش لنا هالحلوه العمانيه الحاره يعني السكر اليوم يضرب والله يعطي الف عافيه ولازم تاخذون حلوه عمانيه باخذ انا بودي ديوانيه بعد شوي هذه هم الالبه مقدمه لكم هذه من سكرت سويت حق الفنان داود حسين والفنان انتصار شراح البه كويتيه يعني اليوم عندكم حلوه عمانيه وحلوه كويتيه حلوه كذي وكذي ايه. ايه. عليكم بالعافيه اليوم السكر الاعلاني يعطيكم الف عافيه ونهديكم هالمعزوفه تسمعونها تستمتعون ويانا يعني.